الف مبروك، فاز الفريق الافضل واللي سعى اكتر للفوز. يعني احنا بنتكلم على الاهلي، المفروض النهارده انه هو كسب بجداره ولا، ولكن انت كسبت النهارده حاجات اكتر بكتير. يعني انت كسبت النهارده انك انت لعبت 9 لاعبين جداد، طمنت على بعض اللاعبين. الحاجه الثانيه المهمه انه برضو اكتسبوا اكتر، يعني عنصر اللياقه البدنيه، عنصر المباريات، يعني لعبوا. فانت ده مكسب يعني الداخلي اللي مش مرئي عند الناس، بس هو مرئي عند المدرب، انه اكتسب عناصر جديده دخلت في اللعب. لكن احنا عاوزين نتكلم بقى في حاجه مهمه، وانت دايما في المباريات بتاعت اللي بعد البطولات الكبيره، اذا كانت ايجابيه او سلبيه، دائما بيبقى فيها دروب. خلي بالك من النقطة دي، فكويس ان انت خرجت بال3 نقاط، مش اداء، انت اداء افضل كتير، افضل من المقاولين العرب، لكن انا بكلمك في دائما المباريات اللي ما بعد البطولات. احنا لو تفتكر احنا قعدنا بالظبط ال3 سنين الاخرانيين، اول مباراة بنلعبها ما بعد كاس العالم بيبقى فيها اخفاق، لا تعادل لا هزيمة، لو تفتكر. وكلهم كانوا بيبقوا مع البنك الاهلي بالصدفه، يعني ال3 سنين ورا بعض. ولكن في اخر الامر عايز اقول لك انه النهارده النادي الاهلي يعني لعب بتوازن وغير بعض اللاعبين كويسين، ولكن في الاخر تقدر تقول ان هو صراع الدوري، مش لازم كل المباريات تلعبها بصوره جيده، انت بتحضر عشان لما تيجي لفتره الحسم تقدر تحسن بيها. ده بالنسبة لي اللي شفته في المباراة النهارده. صحيح.